مساء الخير. مرة جديدة عم نتلاقى فيكن عبر شاشة الام تي في، هالشاشة المميزة يلي عم تكون دايما حريصة انها توصل احلى صورة للبنان ضمن مهرجانات الصيف احلى بلبنان، وهالمرة من كرنفال قرطبة تحت عنوان كيف ما كنت بحبك. بالبداية بدي رحب بممثل فخامة رئيس الجمهورية النائب شامل روكوز. وممثل دولة رئيس مجلس النواب النائب مصطفى الحسيني. وممثل دولة رئيس مجلس الوزراء النائب نزيه نجام. نجم. وطبعاً بدنا نرحب بممثل غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، سيادة المطران منجد الهاشم. وأكيد بدنا نرحب بزقفة كتير كبيرة بكل ممثلي الأجهزة الأمنية والمرجعيات الروحية والسياحية والبلدية. وهلأ مع بدنا نترك الحفل مع عريف الاحتفال الأستاذ إيلي بيروتي. تفضل أستاذ إيلي. أنت الحق يا وطني، أنت المحق يا وطني، لن ينال منك تكابر الباطل ومهما كان الظلام حالكا، ستبقى منيف المقام ناصع الجبين عصي المنال. النشيد الوطني وقوفا. بالأمس فجر الجرود فكان انتصارا كبيرا مدويا، انتصار سطر فيه جيشنا ملاحم العزم والبطولة. واليوم هنا من قرطبة ومن كل قرية وبلدة لبنانية أصيلة، فجر جديد وإشراقة بهية للبناننا الحبيب. كيف ما كنت بحبك عنوان مهرجاننا، لوحات مشهدية تراثية رسمت بأياد إبداعية ونحتت بروح قرطباوية وصقلت بحرفية فنية. حكاية وطن ونضال شعب كافح وعاند وصمد، شعب حفر تاريخه في هذه الجبال العاصية التي تختزن إيمان أهلها ويفوح منها عطر القداسة. أيها الحضور الكريم، لقاؤنا بكم يفرحنا ووجودكم بيننا يسرنا ويسعدنا. قرطبة صغاراً وكباراً، شباباً وشيباً، تستقبلكم في ساحاتها وربوعها وأحضان أهلها. كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك، وإذا نحن تفرقنا بجمعنا حبك. هيك بتقول أغنية فيروز، منحبك يا لبنان منعشقك يا وطني. أهلا وسهلا بكم جميعاً، متمنين لكم أمسية أنيسة وممتعة، وشكراً لمحطة الام تي في التي تقوم
بتغطية هذا الاحتفال مباشرة. عمل في الشأن العام ولا يزال يعمل، كان المثل والمثال، يسابر على عمله ويواصل عطاءاته. كتاب عنوانه التضحية والتفاني والوفاء، كلمة رئيس لجنة مهرجانات قرطبة السياحية والتراثية الأستاذ ميشيل الدرزي. فخامة الرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، ممثلاً بسعادة النائب العماد شامل روكوس. أيها الحضور الكريم، إن لقاءنا اليوم هو موعد لكرطبة مع الوطن، موطن المهرجانات منذ العام 1953 في ساحات كرطبة، مع شعب لبنان المحب للحياة والفرح والثقافة والفن. هو بالنسبة لنا عناق مع المجد الذي لطالما تطلع إليه أهل كرطبة بشغف، ونشهد اليوم على تجسد هذا الحلم بفضل جهود أبنائها وإيمانهم وتضامنهم ولم شملهم وإصرارهم على أن تبقى بلدتهم نجمة مضيئة متألقة إلى جانب مثيلاتها في هذا الوطن بل في هذا الشرق. مما لا شك فيه إن لهذا النوع من التظاهرات الفنية والثقافية والاجتماعية وظيفة وطنية شاملة ترقى إلى مستوى الواجب الوطني الإنساني في التعبير عن جذورنا في هذا الوطن ودورنا في صياغة هذا النموذج اللبناني الفريد من نوعه والذي يتميز عن محيطه، وهذا مصدر فخر لنا ولكرطبة كذلك. وأن أحياء هذه المهرجانات هو كذلك عربون وفاء لآبائنا وأجدادنا الذين سبقونا تاركين لنا هذا الهيكل الذي اسمه لبنان، المكان الذي يجمع المختلفين على الفرح والعيش والسلام والقيم والحب للحياة. مهرجانات كرطبة الذي تشهد اليوم فصلاً جديداً من فصولها ما هي إلا مدماك في هذا الهيكل. كرطبة ليست من البلدان المحرومة، ولكن فيها ما يكفي بل فيض من القدرات الإبداعية والطاقات العلمية في شتى المجالات. شبابها وشاباتها لم يوفروا مناسبة توانوا فيها على البذل الغالي والرخيص في إظهار وجهها الحضاري والتراثي. وهنا لابد أن أشير بالاندفاع الذي لمسته عند الكثيرين من الغيورين وأصحاب الأيادي البيضاء والخيرة من خلال ما أبدوه من دعم مساهمات وتبرعات في إنجاح هذا النشاط، ولهم عندي واجب الشكر والعرفان، كما لي عندهم بالمقابل الأمل باستمرارهم بالمزيد من الرعاية والتضامن، وذلك بإشراف من رئيس بلدية كرطبة ورئيس اتحاد بلديات جبيل الأستاذ فادي مارتينوس الذي لم يبخل يوماً في العطاء في سبيل عمل الخير، وأصبح جسر عبور بين جميع الفعاليات في كرطبة، وصولاً إلى تحقيق وفاق واتفاق جامع تميزت به كرطبة والكرطباويين، وتقديم المصلحة العامة على ما وردها من أمور لما فيه خير وازدهار بلدتنا كرطبة. أهلاً وسهلاً بكم في بلدتكم كرطبة، عشتم، عاشت كرطبة وعاش لبنان. طاقة استثنائية، قدرة استيعابية جامعة، شخصية دينامية مميزة، هدوء يختزن رؤية ثاقبة وصائبة. جامع الأضداد رئيس البلدية، منطلق كل فكرة ومحرك كل عمل، مثال من يتولى مسؤولية عامة، نموذج يحتذى به، يعطي ويزيد
ويضاعف الوزنات أضعافاً مضاعفة. قرطبة بحاجة لأمثالك حضرة الرئيس. قرطبة وجبيل تشكرانك. أهلاً وسهلاً برئيسنا ورئيس بلدية قرطبة ورئيس اتحاد بلدية جبيل الأستاذ فادي مارتينوس، الكلمة له، تفضل. أيها الحفل الكريم، هي الخمسون ونيف من الأعوام مرت على مهرجاناتنا، ولم تتعب قرطبة ولم تسأم المهرجانات، بل مسيرة في التخطيط والإعداد والمثابرة، ومسار في التضامن والتعاون والتضحيات. وها هو العيد يطل اليوم عليكم بكل جديد وتجديد وإبداعات وتألقات. فسلام أولاً إلى راعي السياحة الأول في لبنان الذي كرمنا بحضوره الاحتفال، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. الساهر أبداً على راحة اللبنانيين والحريص على نشر الفرح والسعادة في قلوب المواطنين بالرغم من الأزمات حولنا، وهو الربان الماهر في قيادة السفينة إلى بر الأمان. وباقة من ورد الحب والتأييد والاحترام نرسلها من قلب هذا المهرجان إلى فخامة الرئيس مع ممثله في هذا الاحتفال سعادة النائب العميد شامل روكوز. وسلام من أهل قرطبة لعطوفة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، حكيم المجالس النيابية ومنار البرلمانات العربية، ممثلاً بابن قرطبة سعادة النائب السيد مصطفى الحسيني. وألف تحية من رياحين هذه الجبال الشماء إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، حامل الهمين، هم التأليف الحكومة وهم التوازن في لبنان، ممثلاً بأحب الناس سعادة نائب بيروت الأستاذ نزيه نجم. ومن قلب قرطبة نحيي غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، فهو الصوت الصارخ بوجه كل اعوجاج، ممثلاً بصاحب السيادة المطران منجد الهاشم السامي الاحترام. أهلاً وسهلاً بأصحاب المعالي والسعادة الحاليين والسابقين، وأصحاب السيادة والسماحة وأصحاب المقامات والمراكز القيادية الإدارية والقضائية والعسكرية. أهلاً وسهلاً بممثلي الأحزاب والمرجعيات الدينية والزمنية. أهلاً بأهل وفعاليات قرطبة. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً، تضيئون بحضوركم ليالي قرطبة كما يضاء الفضاء بكواكب السماء. إن مثل هذه الاحتفالات أيها السادة باتت تتصدر الساحات في القرى والبلدات اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، وتحولت إلى جسور عبور من خلال الفنون كوسيلة لتعزيز روح التقارب بين اللبنانيين عن طريق نشر ثقافة الفرح والخروج من دنيا الهموم إلى أجواء الطرب والغناء والضحك والانشراح. ذاك أن المهرجانات الفنية صارت تجمع الناس من كل الأعراق والألوان والطوائف والانتماءات، وتعمل على تخفيف التعصب والتشنج والشحن الشارعي في زمن
لنا فيه من كل يوم هم جديد وقلق على مستقبل مجهول. من هنا على كتفي وادي أدونيس وعشتروت وحكايات العشق والغرام وحكايات الحب والتضحيات، نناشد المسؤولين الإسراء في تألوف الحكومة، حكومة تعيد بأشخاصها وكفاءاتهم وتاريخهم ثقة المواطنين بالدولة والمؤسسات، ليستعيدوا بدورهم الأمل بمستقبل البلاد. وقد بتنا على شفير أزمة اقتصادية ومعيشية خطيرة، وتأليف الحكومة هو الخطوة الأولى في مسيرة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشمعة المضيئة في ظلام الخوف على المصير، والتضحيات في سبيل الوطن هي أقل الواجبات والالتزامات. لتخرج المجسمات بأشكالها لتبهر العيون، وتتماوج الألوان بين فجر وغروب في عملية إحياء مستمرة لتراث قرطباوي عظيم تتناقله أجيالنا بكل أمانة واعتزاز وافتخار، كما نعمل على نقل المهرجانات والكرنفال من نطاقها الضيق إلى النطاق العالمي. وتلك هي نهضة السياحة الريفية في بلدة قرطبة، وتلك هي احتفالاتنا التي باتت تضاهي بتنظيمها كبريات المدن السياحية العريقة. وقد شرفنا خصيصاً لحضور هذا الاحتفال الكرنفال أمين عام شبكة المدن الأورو متوسطية السيد برنار ماسابو. بيانفينو، نزقف له زقفة للسيد برنار، ليكون شاهداً على روعة هذا الكرنفال الذي تحقق بفضل كوكبة من أبناء قرطبة آثروا العمل معاً، فدرسوا وخططوا وسهروا وتشاوروا وعملوا ونفذوا، ولم يتوانى المجلس البلدي عن الوقوف إلى جانبهم ومدهم بكل مساعدة وعون ودعم لوجستياً وإعلامياً، إعلانياً وميدانياً. وها نحن ننظر إلى هذه الأعمال في القلق والإبداع، فنرى كل شيء حسن وحسن جداً. أيها السيدات والسادة، وتبقى قرطبة مدينة السلام والوئام، مدينة خالية من كل تعصب ديني أو ثقافي، مدينة خالية من كل استفزاز سياسي أو استقواء فئوي، مدينة مفتوحة على المدن اللبنانية وعلى أهل الجيرة والجوار. لقد وضعنا لهذا الاحتفال شعاراً، كيف ما كنت بحبك، وهو مستوحى من أغنية أيقونتنا الوطنية السيدة فيروز، وهي تنشد بحبك يا لبنان كيف ما كنت بحبك. نريد أن نعيش مع الفن والفولكلور والمهرجانات، نريد أن نعيش مع الليالي الطربية والفنية والمسرحيات، نريد أن نعيش مع الندوات العلمية والأدبية والشعرية والتراثية والبيئية. بحبك يا أرطبة، ونريد أن نعيش متفاعلين ومشاركين مع كل حركة فكرية وثقافية ورياضية وفنية وإنمائية يدعو إليها أبناء بلاد جبيل. فللسياسة أوقاتها أيها السادة، وللانتخابات مواعيدها، أما العيش بسلام فهو مع كل لحظة ودقيقة ويوم. وأخيراً أتقدم باسم أبناء بلدتي والمجلس البلدي في قرطبة بأحر التحيات لفخامة رئيس الجمهورية لحضوره هذا المهرجان السياحي، لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، لدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، لغبطة البطريرك مر بشارة الراعي، لأصحاب المعالي والسعادة والسيادة والسماحة، لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عثمان ممثلاً بالنقيب فجلون، لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ممثلاً بالعقيد فوزي شمعون. ينعاد عليكم يا عقيد، وبكرة عيد الأمن العام إن شاء الله بينعاد عليكم هالمؤسسة اللي رفعتوها كتير. لمدير مخابرات الجيش اللبناني العميد منصور،
ممثلاً بالعقيد الركن شارل نهرة، لمدير عام أمن الدولة طوني صليبة ممثلاً بالعميد جوزيف غفري، لمعالي الوزير جبران باسيل ممثلاً بطوني أبي يونس، لسيادة المطران عون ممثلاً بالمونسينيور رزق الله أبي نصر، لممثلي الأحزاب والقيادات العسكرية، لزملائي رؤساء المجالس البلدية والاختيارية، لفعاليات قرطبة وأهلها وكل الفعاليات والحضور. قرطبة تحبكم، شكراً خاصاً للأم تي في، وأهلا وسهلا فيكم. وهلأ بدنا نتابع كرنفال قرطبة مع لوحاته المميزة، هاللوحات يلي بتوصل كل منا رسالة معينة. تنتعرف أكثر على هاللوحات بدنا نستدعي الأستاذة نادين خوري كينجز نورث، عضو مجلس بلدية قرطبة ورئيسة لجنة الأعلام. مساء قرطبة، مساء قرطبة ومساء كل المشاهدين يلي عم بيتابعونا مباشرة عبر شاشة الام تي في بكل المناطق اللبنانية وبالعالم. كيف ما كنت بحبك عنوان كرنفال قرطبة لصيف 2018. اختيارنا لهالعنوان ما كان من باب الصدفة، إنما أردنا توجيه رسالة ثقافية حضارية بتعبر عن شؤون وشجون المواطن اللبناني يلي عم بيكافح من أجل البقاء بوطنه رغم كل التحديات. برغم من اتباع تقنيات حديثة قدرنا نحافظ على الطابع التقليدي من خلال 8 لوحات فنية تحكي حالة اجتماعية، بيئية، سياحية، اقتصادية وثقافية، من تصميم رئيس لجنة السياحة ببلدية قرطبة الزميل سيمون جرجس كرام بيستاهل زقفة. وتنفيذ شركة ستايرو ديزاين، أما الرقصات الفولكلورية فمن تنفيذ موفز دانس ستوديو، ومشاركة شباب وشابات من قرطبة. نتمنى لكم سهرة حلوة، وندعيكم تبقوا معنا لنختتم الكرنفال بحفلة فنية بتحيها الفنانة حنين والفنان جوزاف عطية. نادين وصلت أول. أستاذة نادين وصلت أول لوحة، شو بتخبرينا عنها أكثر؟ ما رح سميه ظاهرة، اللي عم بحكي عنه صار موضة، الفساد الإداري، المالي، السياسي، وآخر صيحات الموضة الفساد بالأمن الغذائي. باختصار استغلال السلطة لمصالح شخصية، يعني لا مين شاف ولا مين دري. مع الأسف احتل لبنان المرتبة 143 من بين 180 دولة على قائمة الدول الأكثر فساداً،
فكان لابد أنه نخصص هاللوحة لحتى نتوجه فيها للسلطات المعنية من أجل العمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله، لأنه مش مهم بس نتغنى بأكبر طبق لبناني، طموحنا نتغنى ببلد قوامه النزاهة والشفافية. هون بدي أتوجه لكل مواطن ومواطنة وقل لهم دوركم استثنائي بعملية الإصلاح السياسي والمالي، لأنه عملية الإصلاح ما بتكتمل إلا إذا شارك المواطن فيها. ومن بعد أول لوحة بدنا ندعي تاني لوحة. بس قبل رح يكون في عنا لوحة. كل البلد اختلف بعض، كل واحد عنده موال، زعم الوزراء المدراء السفراء اختلفوا حتى على الموال، كل سياسي مظبط حاله، شعبه مديون وطفران، العسرة عايش الشعب العايش مذلول بوطنه من هان. كل البلد اختلف ببعض، كل واحد عنده موال، زعم الوزراء المدراء السفراء اختلفوا حتى على الموال، كل سياسي مظبط حاله، شعبه مديون وطفران، العسرة عايش الشعب العايش مذلول بوطنه من هان.
وهلا بدنا نشوف اللوحه الثانيه، والاستاذه نادين كمان بدها تشرح لنا عنها اكثر. اثار موضوع الزواج المدني بلبنان جدل كبير منذ طرحه عام 1951. بين معارض ومؤيد بقيت جميع اقتراحات القوانين بأدراج مجلس النواب حتى اليوم. هالمعضلة دفعت العديد من الشباب والشابات للبحث عن أي دولة قريبة أو بعيدة لعقد زواج بعيد عن التعقيدات. ففي ظل غياب إحصاءات رسمية تسجل قبرص سنوياً حوالي 850 زواج مدني للبنانيين اختاروا العلمانية بدل من الدين. والسؤال المطروح اليوم، لماذا لا تلتقي إرادة المشرع بإرادة المواطن؟ فمن حق كل إنسان أن يفعل ما يمليه عليه قلبه وعقيدته، وليس من أحد أن يمنعه من ممارسة حريته الشخصية. فمعظم الدول الأوروبية أقرت الزواج المدني إما بشكل إلزامي وإما بشكل اختياري، فطورت قوانينها بشكل أن تراعي متطلبات المجتمع وتعزز مفهوم المواطنة، والأهم أن تحقق المساواة بين المرأة والرجل. إن لبنان قد اختار الديمقراطية شعاره، وكرس مبدأ حرية المواطن في المعتقد والدين في الدستور اللبناني. فهل يبصر الزواج المدني الاختياري النور في لبنان؟ Oh,
بعد لوحة الزواج المدني، شو ناطرنا مع تالت لوحة؟ رح نكتشف سوا. بدأ الاهتمام بمسألة النفط والغاز منذ عهد الانتداب الفرنسي على لبنان، إلا أنه ظروف الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي وصعوبة استخراجه بالماضي كلها عوامل أخرت عملية التنقيب، إلا أنه بعد طول انتظار حصلت أول عملية تنقيب عام 2018. هالنعمة كما سماها البعض ستغير مسار لبنان اللي ناحية توفير فرص عمل للشباب اللبناني أو تغذية كافة المناطق اللبنانية بالطاقة الكهربائية، كما أنه اكتشاف الغاز سوف يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لأنه من شأن استعماله بوسائل النقل تخفيض استخدام مادة البنزين والمازوت يلي بشكله مصدر أساسي للتلوث بلبنان. هالثروة الطبيعية هي ملك للبنانية على أمل أنه ما تتحول النعمة إلى نقمة. يا دنيا شتي مصاري شتى علينا فلوس، ويكون الواحد مشتري وتجيله عروس. يا دنيا شتي مصاري شتى علينا فلوس، ويكون الواحد مشتري وتجيله عروس. يا ربي شي صرة كبيرة ملكوفي بشي حصيري، صار علينا ديون كتير فلوس فلوس فلوس. فكرت بشي عم فكر خاطر لك شي عم فكر، فكرت بشي عم فكر خاطر لك شي عم فكر. بدنا فنجان قهوة مرة وسيجارة ونقعد نسوقي، ساعدني فكر تنفكر كيف ما عم فكر بتسكر بتطلع مش قادر شوف قبالي إلا فلوس. يا دني شتي مصاري شتى علينا فلوس، ويكون الواحد مش داري وتجيله عروس. يا ربي شي صرة كبيرة فالكوفي بشي حصيري، صار علينا ديون كتير فلوس فلوس فلوس. نفتح دكان ما بيكفي مندبر شغل ما بيكفي، نفتح دكان ما بيكفي مندبر شغل ما بيكفي. بدنا المصاري بالقفة بالصدفة تتفق تتوفي، أنا ما بآمن بالصدفة بدنا معها شوية خفي، شي لعبة شي جاذب تحرز يطلع منها فلوس. يا دني شتي مصاري شتى علينا فلوس، ويكون الواحد مش داري وتشيله عروس. يا ربي شي سرة كبيرة ملفوفي بشي حصيري، صار علينا ديون كتير فلوس 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 فلوس. خلينا هلا شو ناطرنا مع اللوحة الرابعة؟ رح نشوف سوا. مأساة حوادث المرور
مسلسل شبه يومي بيحصد العديد من الضحايا خصوصاً الشباب منهم. العوامل منها خارجية وأخرى بشرية. خصصنا لوحة من اللوحات الثمانية لنذكر بقواعد ثلاثة أساسية. الأولى عدم استعمال الهاتف أثناء القيادة. الثانية عدم القيادة تحت تأثير الكحول. وأخيراً وضع حزام الأمان والتقيد بأنظمة السير. كما أنه بتوقع مسؤولية على الدولة اللبنانية بالحفاظ على سلامة المواطن من خلال تزويد الطرقات بإنارة وحواجز فاصلة وبطبيعة الحال تطبيق القانون مما يخفف من نسبة حوادث السير ب 40%. Alô? Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I'm. وعلى أمل إنه ما بقى نخسر شبابنا بحوادث سير على الطرقات منشوف اللوحة الخامسة. مين منا ما بيتذكر أغنية السيدة فيروز حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر. لبنان لمحلي الدنيا بجباله وديانه وطبيعته الخلابة. هالصورة يلي رسمتها الأغنية بأذهان كتار منا
شوهت بفعل المرامل والكسارات اللي نهبت ثروتنا الحرجية، بفعل تلوث بحرنا ومياهنا الجوفية، بفعل استعمال وديانا مكب للنفايات المنزلية. صرخة لكل مسؤول بيسأل عن بيئتنا الغنية، رجعولنا هالكنز السمين، بوضع خطة لفرز النفايات وإعادة تدويرها، بمنع قطع الأشجار اللي جدودنا زرعوها، باستصلاح الأراضي اللي المرامل شوهوها. بهالمناسبة منحيي أرطبة بشخص رئيس المجلس البلدي الأستاذ فادي مارتينوس والمجلس البلدي على الجهود لناحية وقف المرامل ولناحية إنشاء حديقة عامة على مداخل البلدة من أجل الحفاظ على روعة بلدتنا الحبيبة. Thank you.
وبعد اللوحة السادسة بدنا نتمنى من كل المسؤولين قد ما فينا نهتم ببيئة لبنان تنحافظ على صورة لبنان الحلوة. وهلأ بدنا نشوف اللوحة السابعة السادسة. هالمجسم بلخص مفهوم العدالة والحرية. الميزان بكفتيه المتساويتين بيرمز للمساواة وأحقاق الحق، أما السيف فبيشير إلى العقوبة الرادعة والمساوية للجرم. وعن كونها امرأة معصوبة العينين دلالة على أن العدالة ما بتميز بين الخصوم، فالقضاء المنزه والبعيد عن كل التدخلات الخارجية يصدر أحكامه بكل حرية ونزاهة. أخيراً عن كونها امرأة وليست رجلاً، فالمرأة بتتميز بالرحمة والعقل الراجح. ما تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي، أحسن ما نوقع سوا. أنا بتنفس حرية، ما تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي، أحسن ما نوقع سوا. ما بتقدر أبدا تسمع بكفي كل اللي صار، القوة هي اللي بتوقع من وقفت بوش الأفكار. هالدنيا بتزاع الكل وحدة الحقيقة بتضل، هالدنيا بتزاع الكل وحدة الحقيقة بتضل. وإذا بدك من تغير.
هلا بدنا نستقبل اللوحة السابعة. عرفت أرطبة بأنها بتنتج أجود أنواع التفاح، تفاح ممزوج بهواء نقي وتربتها الخصبة، ملون بأشعة الشمس ومطعم بالغربة. إلا أنه هالزراعة عم بتواجه عدة صعوبات، سواء على صعيد التلوث البيئي وانتشار دودة الشرق الأوسط كما سميت، أو ارتفاع كلفة إنتاجه وإقفال الأسواق الخارجية لتصريف المحصول. هالقطاع بحاجة ماسة لوضع سياسة زراعية من أجل تحسين الإنتاج وضرب الأوبئة وتأمين الأسواق البديلة، إضافة إلى تدريب المزارع على عملية التسويق، البيع والتوضيب. هالخطوات لا يمكن إنجازها إلا بدعم من الدولة اللبنانية من خلال إنشاء تعاونيات ومعارض من أجل تصريف الإنتاج، وبطبيعة الحال تخصيص ميزانية لدعم القطاع. عليها جوز عيون شو ذباحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو ذباحة قامي يخزي العين والخدعيني تباحة بطغار من تباحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو ذباحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو ذباحة يا ظلمون العزال والقرايب جافون الخلان والحبايب ظلمون العزال والقرايب جافون الخلان والحبايب قلت لها يا بنت قلبي دايب قالت ما بهواك بالصراحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو دباحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو دباحة وقالي يخز العين والخدين تباحة بتغار من تباحة الروح بتشوقني شباك الأحلام بتعلقني قلت لها الروح بتشوقني شباك الأحلام بتعلقني قالت ما برتاح لا تعشقني وفكار العشاق مش مرتاحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو دباحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو ناطر باسمي بترد للروح لو تبتسمي حني عالمشتاق ناطر باسمي بترد للروح لو تبتسمي كل ما صوب الحي مرت ناسمي ببعت لك سلام تحت جناحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو دباحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو دباحة وقالي يخزي العين
الساحه ضربك طوعني يا قلب انسى حبك يا قلبي لوين لاحق ضربك طوعني يا قلب انسى حبك قالت لي ما بريد اتعب قلبك قلت لها يا روحي تعبك راحه الساحه تلاقينا بالساحه عليها جوز عيون شو دفاحة واني يخزل عين من خدايني دفاحة بطران من دفاحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو دفاحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو دفاحة وقامي يخزي العين والخدايني دفاحة بتغار من دفاحة بعد هاللوحة المميزة بنتمنى من كل اللبنانية انه دائما يدعموا المنتجات اللبنانية. وهلا بدنا نشوف اخر لوحة معنا الليلة اللوحة الثامنة. بيعتمد لبنان على القطاع السياحي من اجل انعاش الاقتصاد، فهو بيساهم بحدود 11% من الناتج القومي. من افضل سنوات السياحة اللي شهدها لبنان عام 2017. حيث سجلت الأشهر الثمان الأولى نمو بنسبة الوافدين وصل إلى 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. كان لوزارة السياحة دور كبير خصوصاً بعد إطلاق شعار لبنان Passion for Living للترويج للبنان عالمياً. أما عن عدد الوافدين فقد وصل مع نهاية عام 2017 إلى 1,700,000 زائر تقريباً، معظمهم من الدول الأوروبية وبطبيعة الحال من المغتربين اللبنانيين يلي بيقصدوا لبنان لتمضية العطلة الصيفية. أما السياحة الدينية فقد استحوذت على اهتمام آلاف السياح مع وجود 3,000 مقام ديني إسلامي ومسيحي، وبذلك يكون لبنان مقصداً للحجاج من مختلف الطوائف والأديان. من دون ما ننسى السياحة البيئية والمهرجانات الفنية اللي أصبحت المناطق اللبنانية عم تتنافس لتقدم أفضل ما عندها على مدار السنة. جايين يا أرز الجبل جايين اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وش أعلى جبين جايين يا أرز الجبل جايين اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وش أعلى جبين
شأن البس كندال عنطورة لريفون لعجلتون للكورة العبرين لبكاسين للبطرون العكار لحراجين المرجع عيون الأرطبال جوني التنموري جايين يا أرض الجبل جايين شتنا الجبل نيحان جبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وش أعلى جميل جايين بدنا نسكن بلبنان ونعيش تحت جوانح إخوان مان مان عيني لبنان لبنان أول بيت للإنسان غاب السباع وجنة الحلوين جايين 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 يا أرض الجبل جايين اشتقنا الجبل نيحة الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وش أعلى جميل
صفوني دوا دار الدوا حبك وفتش عالدوا فايق يا هوا يمكننا سوا وانت ما سهرني وصفوني دوا دار الدوا حبك وفتش عالدوا هيك منكون وصلنا لختام كرنفال أرطبة لصيف 2018 كيف ما كنت بحبك. بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بجميع اللوحات اللي كانت مقدمة بطريقة فنية رائعة. ندعيكم أنه تتابعوا السهرة معنا مع الفنان جوزيف عطية وحنين. ولكن أنا بحب أشكر أول شيء الحضور الكريم الرسمي، الجيش اللبناني، القوى الأمنية، صليب الأحمر، الدفاع المدني، المؤسسات والفعاليات الأرطبوية. خص بالشكر رئيس بلدية أرطبة، رئيس اتحاد بلديات جبال أستاذ فادي مارتينوس، أعضاء المجلس البلدي، أم تي في بشخص رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ميشيل المر، جميع وسائل الإعلام المرئية المسموعة والمكتوبة. كمان بشكر موفز دانس ستوديو على اللوحات الفنية الرائعة، الزميل سيمون جرجس كرم على تنظيمه كرنفال، الفنانة ريتا نفاع البعيني، وكل عمل فريق العمل فردا فردا، وكل شخص قدم وقته وكل جهوده لإنجاح هيدا العمل. بشكركم حضور الكريم، بتمنى لكم سهرة حلوة، إلى اللقاء في العام المقبل. مشاهدينا هيدا كانت أجواء كرنفال قرطبة لليلة. بدنا نشكر كل المنظمين يلي ساهموا أنه يوصلوا أحلى صورة لقرطبة، وطبعا من خلال شاشة الام تي في يلي دايما عم تكون حريصة أن توصل أحلى صورة للبنان. وعلى أمل أنه نحافظ على صورة لبنان الحلوة. بدنا نودعكم.